اتمنى ان احنا نعمل اسئله للصوت عشان لو في حد عنده دوشة أو حاجة يبقى كلنا نقدر نسمع إن شاء الله. هل إحنا بالتالي أنا شايف العدد لسه هيزيد يعني؟ زميلتنا منسقة الدفعة أعتقد إنها بعتت لكم اللينك وإن شاء الله كلكم تقدروا تخشوا بسهولة بإذن الله. هنتظر كده دقيقتين كمان يكون زمايلنا اتضافوا معانا ونقدر نبدأ إن شاء الله. احنا تقريبا العدد بتاعنا قد ايه كده تقريبا؟ عددكو يعني في رينج كام تقريبا؟ ايه منا؟ والله احنا في امل حد يخش معانا كمان؟ تمام، فهل نقدر نبدأ كده؟ طيب أوكي، طيب أول حاجة طبعا إن شاء الله تبقى سنة سعيدة عليكم وترم إن شاء الله يبقى خفيف. الترم بإذن الله التاني بيبقى أسرع شوية من الترم الأولاني، إن شاء الله هنحاول إن احنا نبدأ المحاضرات بتاعتنا على طول، وأي فرصة إن احنا بإذن الله نشتغل فيها أسرع نخلص المنهج بحيث إن انتوا تقدروا إن شاء الله يبقى عندكم وقت إن انتوا تستثمروه في القراية أو المذاكرة. الحاجة التانية طبعا بفكركم جميعا إن انتوا الإجراءات الاحترازية بتاعتكم سواء في الكلية أو بره الكلية ده ضروري جدا، إن البيك عالي أوي اليومين دول، يعني يا ريت نخلي بالنا جميعا من الإجراءات الاحترازية دي. بعد كده حابب أقول لكم حاجة، إن إحنا الكتاب بتاعنا خلال اليومين الجايين هيبقى الكتاب موجود عادي في إدارة الكتاب الجامعي، تقدروا تستلموا الكتاب، هما نسختين، نسخة بتبقى للكتاب المين سبجكت والنسخة التانية بتبقى عبارة عن كلينيكال كيسز أو كيس سيناريوز بتشوف من خلالها الكيسز بتيجي إزاي يعني. طيب بعد كده هنبدأ نتكلم بقى على يعني انترودكشن سريع كده. أنا عارف الدكتورة أمنية بدأت معاكم الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله يعني تبقى كانت محاضرة موفقة. الحاجة اللي بعد كده إن إحنا هناخد النهاردة كده زي انترودكشن سريع على يعني إيه سايكايتري ويعني إيه سايكولوجي. أول حاجة أحب أقول لكم الفرق ما بين السايكايتري والسايكولوجي. السايكايتري اللي هو الطب النفسي، بيبقى طالب في كلية الطب أو دكتور طبيب نفساني اللي هو بيدرس الأمراض النفسية وعلاجها بشتى الطرق، ده اللي هو السايكايتري الطب النفسي. في حاجة تانية اسمها السايكولوجي اللي هو علم النفس. علم النفس ده
بيتاخد المفروض في السنوات الجديدة بيتاخد في سنة أولى اللي هي 5 بلس 2، بيبقى عبارة عن الحاجات النورمال، نورمال ديفلوبمنت بتاع النفسية بتاعتنا، الايموشنز بتاعتنا، الموتيفيشن، الحاجات السبجكتس العامة، الاجريشن، يعني ايه ان انا اقدر افهم التايبس اوف بيرسوناليتي بتاعتنا، الحاجات الأساسية. ده بيبقى السايكولوجي، يبقى فرق بين علم النفس اللي هو السايكولوجي والسايكايتري، إن ده بيبقى طب، ولكن السايكولوجي عادة بيبقى فيه آداب علم النفس، دي بتبقى كلية أخرى يعني. هنبدأ بمقدمة سريعة إن السايكايتري هو عبارة عن إيه؟ يعني إيه كلمة سايكايتري؟ هو فرع من فروع الطب اللي بيدرس أنا بشوف او بستقبل اموري ازاي، disturbance او اضطرابات في البرسبشن، يعني في استقبالي للامور، انا ببرسيف الامور ازاي، انا بشوف الامور بشكل صحيح ولا بشوف الامور بشكل في اضطراب، زي مثلا ان انا بسمع هلاوس او بشوف اشكال مش موجوده، والحاجات دي محدش يقدر يشوفها غيري. طيب المشكلة التانية اللي بيبقى فيه disturbance في thinking، طريقة التفكير بتاعتي طريقة غير منطقية، طريقة ما فيهاش راشونال أو ما فيهاش دليل أو برهان أو حجة. والطب النفسي برضو بيدرس الديستربنس في الايموشنز، في العواطف، انا عندي حساس زياده عن اللزوم، بزعل بسرعه، بتضايق بسرعه، مشاعري جياشه، مشاعري هايبر قوي، مشاعري مكتئبه، وطبعا الديستربنس في الفوليشن او في الاراده بتاعتي، الاراده هي جزء من الصحه النفسيه، انا ما عنديش اراده اعمل حاجه، مش قادر، دايما بحاول ومفيش اراده، او ما بحاولش اصلا او فقدت الاراده، ده جزء من المرض النفسي. وطبعا اخر حاجه اللي هو الجزء السلوكي، ازاي كل ده بيأثر على السلوك بتاعي، السلوك بتاعي انحرافي، السلوك بتاعي ادماني، السلوك بتاعي منعزل. وفي الاخر كل الاضطرابات دي اللي هي في الاكسبشن والثينكينج والايموشنز والفوليشن والبيهيفير بيؤدوا الى امبيرمنت في الفانكشن بتاعي، يعني ما بقاش قادر ادي الوظيفه بتاعتي، لو انا طالب في الكليه ما بقاش قادر اقوم بالمهام بتاعتي كطالب ان انا احضر واذاكر، لو عندي انا راجل بشتغل مش عايز اروح الشغل ومش قادر اشتغل ومش قادر اعمل حاجه، ست بيت مش قادره تعمل شغل بيتها ولا تخلي بالها من الولاد بتاعتها، فبالتالي انا جوده الحياه بتاعتي بتتاثر. وممكن ناس كتيره قوي تبقى المصطلح كويس لكن الصحه النفسيه بتاعتها مش كويسه، وبالتالي ده بيحتاج العلاج. طيب يبقى ده البوينت الثانية، البوينت الأولانية عرفنا الفرق بين السايكولوجي والسايكايتري، الفرق الثاني فهمنا يعني إيه سايكايتري أو المرض النفسي، هو المرض الذي يؤثر على الاستيعاب، على التفكير، على المشاعر، على الإرادة، على السلوك، ويؤدي إلى ضعف في جودة الحياة وعدم قدرة على إتمام إيه الواجب الحياتي بتاعي، الوظيفة أو المهمة اللي أنا بعملها في حياتي. طبعا الطب النفسي ليه تاريخ قديم قوي قوي، بادئ من حتى من قبل الفراعنه في العصور ما قبل يعني التاريخ، ان هو كانوا بيفتكروا ان المرض النفسي ده حاجه خارج او سوبر ناتشرال، يعني او حاجه بره الطبيعه. ففي العصر الفرعوني ولحد النهارده كانوا بيستعملوا الكلمات او التعبيرات اللي ليها علاقه بالطب النفسي، اللي هي عباره عن يقول لك ده قلبه ابيض، ده قلبه اسود، كانوا بيعتقدوا في ايام الفراعنه ان النفسيه دي في القلب، فعشان كده يقول لك قلبه كبير، قلبه ابيض، قلبه اسود، فكانوا ليها علاقه بلون القلب. وده كان طبعا ظهر هذا الكلام في الرسومات اللي كانت مرسومه جوه جدار المعابد بتاعتهم، ان دايما بيشبهوا النفسيه بالحاله بتاعه القلب، ان القلب الابيض هو ده اللي هو فيه الطيبه، القلب الاحمر اللي هو ده بيبقى فيه انسان بلادي يعني، او انسان ان هو عنيف، القلب الاسود الانسان اللي بيكره كل اللي حواليه وبيكره الخير للناس، واحنا ما زلنا في هذه اللحظه بنستعمل هذه المسميات. طيب في العصور ما بعد كده بدأت يبقى في مستشفى، أول مستشفى طب نفسي كانت في بغداد سنة 705، وبعد كده بدأ يبقى المستشفى اللي بعد كده كانت في القاهرة، وده طبعا شرف قوي لينا إن المستشفيات
ان مستشفيات الطب النفسي بدأت في عصور يعني متقدمة، وكانت مصر من أول الدول، هي وبغداد اللي عملوا مستشفيات الطب النفسي. بعد كده جت فرنسا عملت مستشفى للطب النفسي وبدأوا يحجزوا فيها الناس، وكانوا زمان بيعملوا مستشفيات الطب النفسي زي الأسايلمز، أو إن هي كانت بتبقى زي أماكن للعزل كده، اللي إحنا زي ما زي العزل اللي بنعمله دلوقتي كده، بس بقى يعزل المريض ده عن المجتمع وعن حياته، بيعتبرهم إن هم ناس مختلفين، فلازم انهم يتعزلوا في اماكن بعيده ويبعدوا عن المجتمع الطبيعي ويبعدوا عن الناس. وده طبعا مش الترند دلوقتي خالص في الطب النفسي. الترند دلوقتي ان انا المريض النفسي بدخله جوه المجتمع، بخليه عايش عادي حياه طبيعيه، بيروح وبيشتغل وبيجي وبيتجوز وبيخلف. هو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله من خلال العلاج النفسي الدوائي والعلاج النفسي المعرفي او العلاج النفسي بالكلام. طيب، في عصور ما بعد ذلك بدأوا بالصدفة اكتشفوا بعض الأدوية النفسية. الكلوربرومازين كانوا بيدوه للناس عشان يخدروهم، وبعد كده في العمليات أو الجراحات، وبعد كده اكتشفوا إن الناس دول بتتحسن معاهم طريقة التفكير أو الأسلوب بتاع التفكير بتاعهم. لو هم عندهم مشاكل في التفكير لقوها إنها بتتحسن، وبالتالي قالوا إن إحنا محتاجين إن إحنا نكتشف أدوية. ده سنة 1952 عن طريق الصدفة، يعني الأدوية بتاعتنا مش أدوية حديثة أوي، مش أدوية قديمة أوي، أدوية كلها معظمها حديث، ولكن طبعا في منها أدوية كتيرة أوي طريقة شفائها للأمراض وشفائها للأمراض، وبالتالي كانت very effective، وبدأوا يستعملوها بنطاق واسع أوي من سنة بعد 52 لحد يومنا هذا، وهي في تطور دائم ومستمر. طيب، في اكسبريشنز كده بنحب ان احنا نتكلم عنها، زي يعني البيرسوناليتي او طبيعة الشخصية بتاعتنا. يعني كل انسان ليه طبيعة شخصية، الشخصية بتاعته هو ازاي بيستقبل العالم وبيفكر في العالم، وازاي بيتصرف بناء على تفكيره ده وبناء على استقبال الامور. في مثلا بمعنى ان انت تيجي تقول انا صاحبي ده ما بيفهمش الكلام، بقول له الكلام يفهم بطريقة تانية وراح متخانق معايا. ده طبيعة البرسوناليتي بتاعته، هو بيستقبل الأمور. في ناس تستقبل الأمور بشكل شكاك شوية، فبالتالي بناء على هذا الشك تبدأ تتصرف بطريقة غير لائقة، فالبيهيفير بتاعها يتأثر. طب ده نتج عن إيه؟ نتج عن البرسبشن. البرسبشن اللي هو استقبالي للأمور، البرسبشن بتاعه فيه مشكلة، طريقة الثينكينج أو التفكير بتاعه فيه مشكلة، وبالتالي السلوك بتاعه أصبح فيه مشكلة. في حاجة تانية اسمها التريتس، أو اللي هي يعني اللي هي السمات الشخصية بتاعته. كل إنسان في طبيعة شخصيات، في طبيعة شخصية هارم افويدنت، أو اللي بنقول عليها ماشية جنب الحيط. في شخصيات تانية بتحب اللي هي نوفاليتي سيكينج، أو يحب يدور على الحاجات الجديدة والحديثة ويتسلق جبال ويطلع السفاري والحاجات دي كلها. بيبقى عندهم الدوبامين عالية قوي، الدوبامين ده مادة من مواد السعادة ومن مواد الإرادة، فالناس دي بيبقى عندها نوفاليتي سيكينج، أو يحب يدور على الجديد دايما، وبالتالي ممكن الناس دي تخش في سكة الإدمان من باب التجربة في الأول، وبعد ذلك تبقى من باب التعود. الناس الهارم افويدنت، او اللي قلنا عليهم بيمشي جنب الحيط، ده بيبقى عندهم ماده الجابا، بيبقى فيها مشكله. دي ماده الجابا، دي ماده بتدي مطمئنات في المخ. الماده دي لما بتنقص الانسان بيبقى عنده قلق وتوتر وخوف، ودايما يحب يتجنب الدخول في اي حاجه جديده. في ناس تانية اللي هم reward dependence، اللي هو بيعتمد على، ودول ليهم علاقة المادة بتاعتهم الكاتيكولامينز اللي هي النور ابنفرين. ده الناس دي اللي هو ما بيشتغلش إلا لما يكون في فايدة أو نتيجة من اللي هو هيعمله. يعني إيه؟ هياخد فلوس، اللي هو أبجني تجدني، عارف أنت الناس دي اللي هي ما بيشتغلش إلا حاجة قدام حاجة. في ناس تانية، وده المفروض طبيعة الشخصية،
بتاعت معظم الناس اللي في كليات القمة، بيبقى عندهم البرسوناليتي دي اللي هي البرزيستنس، الشخصية اللي بيبقى عندها إصرار ومثابرة، وده بيبقى ليه علاقة بنسبة السيروتونين. وعلشان كده ناس كتيرة من الكليات لما بيبقى ينقص مادة السيروتونين عندهم، بتلاقي نسبة المثابرة وقدرتهم على الفايتنج في المذاكرة والفايتنج في الحضور والفايتنج في الحياة عامة بتقل كتير. الكاركتر هو بقى الاكوايرد اكسبيرينس ديترمايننج البيرسوناليتي، يعني ازاي انا اللي حواليا او الظروف اللي حواليا اثرت فيا. بمعنى ايه؟ في ناس بيبقى عندهم بيبقوا سيلف دايركتد، يعني هو اللي بيحرك نفسه، هو اللي بيحط الرولز والقواعد بتاعته وبيحط البلانز بتاعته. في ناس تانية الكاركتر بتاعها طبيعتها متعاونة وتحب تشارك الناس وتحب تفكر مع الناس وتحب يعني تحط مشاركة وجدانية كده مع الناس وتعاون، ده طبيعة الكاركتر بتاعه كده، او الصفة او الصفة بتاعته كده. وفي ناس اللي هي لا، هي دايركتد وهي اللي بتحط، عشان كده في مديرين وفي رؤساء وفي مرؤوسين حسب الكاركتر بتاع كل واحد. ده الكاركتر بتاعه قيادي، ده الكاركتر بتاعه لا تنفيذي اكتر، ده الكاركتر بتاعه بلانر، بيحط بلان ويعمل خطط ويقدر ان هو يدير ناس تحت منه. طيب دلوقتي اي حد منا بيمرض بيبقى عنده الالنس بيهيفير بتاعه. انا الالنس بيهيفير بتاعه بمعنى ايه؟ يعني كل انسان فينا، كلنا ممكن ناس كتيره مننا جالنا المرض الكوفيد 19 مثلا، كل واحد الرياكشن بتاعه اختلف عن التاني. في اللي اكتئب وانعزل وقلق، في اللي صرخ وصوت وحس بانيك ان هو هيموت، وفي اللي خد الامور بشكل بسيط. كل ده الالنس بيهيفير بتاعنا هو طبيعه السيك رول بتاعي. الالنس بيهيفير انا طبيعه وانا مريض، سلوكي وانا مريض هيبقى عامل ازاي. فلما انا كل انسان بقى، في منهم اللي قال لك ايه لعب السيك رول بتاعه، قال لك خلاص انا البيهيفير بتاعي ان انا خلاص ان انا اتعاملت مع المرض ده مثلا بتوتر وبقلق وبخوف وبرعب. في ناس تانية اتعاملت مع الموضوع بشكل ألطف أو بشكل أهدى شوية، وبالتالي أنا بقى السيك رول. في ناس قالت لك لا أنا خلاص مش هنزل، أنا هاخد أجازة من الشغل 6 شهور، ده السيك رول بتاعه خلاص، لقى إن هو المرض بتاعه أثر على حياته، فهو هياخد إيه سوشيال إكسكيوز كده من المهام اللي عليه، لا أنا مش هروح الكلية أنا أو في ناس هيقول لك أنا هقعد في بلدي مش هنزل أتعلم مثلا في مصر. في ناس قالت لك أنا لا خلاص أنا هسيب الشغل اللي كان في أمريكا وهقعد بقى مع أهلي عشان أموت وسط عيالي. في ناس كده حصل السيك رول بتاعهم أثر وخلاهم يطلعوا من الريسبونسابيلتيز اللي هم فيها. طيب بعد كده الدكتور بيشنت ريليشن شيب ده جزء مهم قوي في حياتك عامة، مش بس في دكتور، وانا بس السايكايتري. متابع دكتور، وانا متابع معاك بالكتاب، بس هو في السلايدات مش باين انه بتتحرك السلايدات انا لسه بتاعتك. ما شغلتش، انا ما شغلتش السلايدز لسه. احنا ده زي انترودكشن كده، لسه هنبدأ السلايدز بتاعتنا ان شاء الله. طيب فاحنا بنتكلم بعد كده على الدكتور بيشنت ريليشن شيب. يعني ايه الدكتور بيشنت ريليشن شيب؟ ده طبيعة العلاقة ما بينك وما بين طبيعة العلاقة ما بينك وما بين المريض بتاعك. ده هيفرق معاك في حياتك لو انت دكتور جراحة، نساء، باطنة، اطفال، اي تخصص هتاخده لازم يبقى فيه اول حاجة رابور ما بينك وما بين العيان، يعني قبول. في ناس يقول لك انا ما برتاحش للدكتور ده، والله لو اعظم دكتور في الدنيا انا مش هعتب ناحيته، انا ما برتاحلوش. ما فيش رابور، ما فيش اللي هو تلاقي او ود ما بين الانسان ده وما بين الدكتور بتاعه. فلازم يبقى فيه علاقة رابور أو علاقة ود كده ما بين الدكتور والمريض، وهنقول ده إزاي دلوقتي في الشيت بتاعنا يحصل هذا الكلام. يعني عن طريق إن أنت أول حاجة مثلا عشان يبقى فيه علاقة رابور ما بينك وما بين العيان، مش أول ما يخش كده يروح قاعد
اتفضل اقعد. ايه بتشتكي من ايه؟ ده ما فيش رابور خالص، العيان كده يقوم مش هيجي لك تاني اساسا. لكن اول حاجه تخش اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم، اسم حضرتك ايه، اتفضل ارتاح، حضرتك بتشتغل فين، الكلام البسيط ده بيكسر الحاجز ما بين المريض وما بين الدكتور. طيب بعد كده الامباثي، التعاطف، يعني ما ينفعش المريض يبقى بيحكي لك ان هو اتقلب بالعربيه وعمل حادثه ومن بعدها متاثر وكان اخوه مات في الحادثه والكلام ده كله، وانت حضرتك قاعد بتضحك وبتشرب نسكافيه ويعني مش متابع، ما فيش تعاطف، ما فيش احساس بالمريض بتاعك وهو بيحكي. انت لازم تبقى فاهم مشاعره، مش لازم تحس بالظبط بنفس نوع المشاعر عشان ده هياثر عليك لو انت طبيب نفساني، ولكن انت لازم تبقى متفهم المريض حاسس بايه عشان تقدر تساعده. طيب في حاجه بقى اسمها ترانزيفرنس. يعني ايه الترانزيفرنس؟ يعني انا بحس بالدكتور ان هو انا بحب الدكتور بتاعي، ده المريض يحب الدكتور بتاعه، يبقى في علاقه كده، يعني خلاص المريضه تحب الدكتور بتاعها او المريض يحب الدكتوره بتاعته، ده علاقه حب يعني. في حاجة تانية، أو إن هو بيفكرك بحد أنت كنت بتحبه، مثلا دخلت على الدكتور بتاعك لقيته الله ده شبه الأستاذ بتاع الكيمياء اللي كان بيدرس لي وأنا في ثانوية عامة، أنا بحبه أوي، خلاص أنا مادام ده شبه ده يبقى أنا كنت بحب بتاع الكيمياء يبقى أنا أحب الدكتور، ده اسمه ترانزيفرنس. حاجة تانية بقى اسمها كاونتر ترانزيفرنس، يعني الدكتور نفسه يحب المريض بتاعه، طبعا ده مش بروفيشنال، مش صح خالص، لان ده لو حصل المفروض تعتذر عن متابعه المريض بتاعك. حب بمعنى ان مش يعني طبيعي ان انت تحب المريض بتاعك انك عايز تساعده وعايز تقدم له خدمه، لا انا بتكلم على الايموشنال، الحاجات الايموشنال اللي ممكن يبقى فيها تطور العلاقه، ان انت تخرج مع المريضه بتاعتك او الدكتوره تخرج مع المريض بتاع الكلام ده، يعني ده اللي مش مقبول مهنيا يعني. فليه بقى؟ لان الكاونتر او بقى من ضمن الكاونتر ترانزيفرنس ان ان انت المريض بتاعك ده بيفكرك يا اما بيفكرك بحد بتحبه يا اما بتفكرك بحد بتكرهه، يعني المريض شبه جاري اللي انا لسه متخانق معاه فانا مش هحبه، طبعا ده مش مهني، او هعامل المريض ده بشكل وحش عشان ده شبه مديري في الشغل اللي انا ما بطيقوش اساسا، فده غلط مهنيا، مش صح. ان المفروض المشاعر بتاعتك تبقى منضبطه، وخصوصا ان انت بتقدم سيرفيس سايكايتري بالذات فيري سنستيف سيرفيس. فالعلاقه ان في انواع يعني متنوعه من علاقه الطبيب بالمريض بتاعه، في علاقه ابويه، يعني انا ابوك، انا كدكتور انا ابوك بقى، انا اعلمك واقول لك واشرح لك، ده paternalistic relation، دي بقى ده المريض دوره فيها بيبقى يعني متلقي، بس ده مش ده البريفيربل يعني. يعني النوع الثاني ان بيبقى الدكتور انفورماتيف، بيقول له على انواع الحاجات وانواع العلاجات، والمريض بيحاول ان هو يختار. بعد كده النوع اللي بعد كده الانتربريتيتيف، او ان هو المريض يبقى انت بتقول له القرار بتاعنا ده قرار يعني شيرد ديسيجن، احنا الاثنين بنفكر فيه وهناخد القرار مع بعض، لا قراري لوحدي ولا قرارك لوحدك. وبالتالي المرض النفسي، طب ناس كتير يقول لك اشمعنى انا يجي لي مرض نفسي والناس تانية ما يجيلهاش؟ يعني اكتشفنا ان المرض النفسي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة اسمها بايو سايكو سوشيال، يعني في جزء بايولوجيكال، في جزء سايكولوجيكال، وفي جزء المرض النفسي زي ما بنقول بايو سايكولوجيكال. جزء يعني ايه؟ يعني في جزء جيناتيك، في جزء جيناتيك، الجزء الجيناتيك ده ليه علاقة بالجينات، يعني في عائلات بيجي لها مرض السكر، في عائلات بيجي لها الكانسرز، في عائلات بيجي لها الضغط هايبرتنشن، في عائلات بيجي لها مرض نفسي، يبقى انا عندي جزء جينات، يعني اللي بيجي له مرض نفسي ده عبارة عن جزء كبير منه بيبقى جزء جيني. تمام. في جزء تاني اللي بنقول عليه السايكولوجيكال، او بيبقى في جزء المرض النفسي نفسه، في جزء منه يا اما مشاعر يا اما بيرسبشن يا اما بيهيفير، وفي جزء تاني سوشيال او المجتمع نفسه او تأثير المجتمع عليا بيبقى عامل ازاي. واحد عنده مشكلة مادية، لما اتزنق قوي في المشكلة المادية دي وعنده جين استعدادي للمرض النفسي بدأ يظهر عليه المرض الاكتئاب. واحد تاني عنده ظروف ان هو حد من اهله توفى
فعنده استعداد جيني للمرض النفسي، بدأ يخش في هلاوس وضلالات فكرية. طيب احنا النهاردة في الانترودكشن المحاضرة اللي فاتت خدتوا بعض الكلمات في الاول الاكسبريشنز في المحاضرات اللي فاتت، اللي هي يعني ايه انكزايتي، يعني النيوروزز والسايكوزز. نيوروزز الانسان اللي بيبقى فيه عصبيه وتوتر، السايكوزز الانسان اللي عنده مشكله في التفكير. يبقى انا لما اقول لك كلمه سايكوزز افهم ان الانسان ده عنده مشكله في التفكير، تمام؟ وهتاخدوها في امراض مختلفه. هنبدا النهارده. طبعا احنا كان السلايد الاول ده دكتور طارق عكاشه رئيس الاقسام عندنا، هو رئيس أستاذ الطب النفسي وممثل الجمعية العالمية للطب النفسي، و يعني نتشرف إن هو أستاذنا، وإن طبعا إحنا لينا تعاون مع جامعة عين شمس. دكتور طارق جزء كبير في هذا التعاون، جزء رئيسي. طبعا الدكتورة أمنية وأنا معاكم في القسم. هنبدأ النهاردة نتكلم إزاي أنا باخد في حاجه اسمها الهيستوري والمنتال ستيت اكزامينيشن. يعني ايه؟ ازاي اخد تاريخ مرض، يعني ازاي اتكلم مع المريض واطلع منه معلومات، وازاي اختبر قواه العقليه زي ما بيقولوا، تمام؟ فعندنا ايتمز او كرايتيريا بنمشي عليها عشان اقدر اتعرف على هذا المريض. اول حاجه ان احنا محتاجين نعرف ايه الستبس بتاعت الهيستوري تيكينج، الخطوات ازاي اخد اللي بنقول عليها بالبلدي كده ازاي اشيت العيان. انتوا خدتوا في طبعا في الاطفال في سنه رابعه وفي الرمد الشيت، وخدتوا في الجراحه الشيت، وخدتوا في البطنه الشيت. يعني ايه الشيت؟ يعني انا بتعرف على المريض وبشوف ايه مشكلته، وعشان اعمل له بلان واحط له علاج ويجيني في الفولو اب بجود بروجنوزز والعيان ان شاء الله يتحسن. طب يا دكتور المرض النفسي بيخف؟ والله احنا عندنا يعني معظم الامراض النفسيه وغالبيه الامراض النفسيه بتخف، جزء بسيط اللي بيمشي كرونيك ويفضل المريض بياخد ادويه فتره طويله، وده بسبب طبعا زي ما قلنا الويت او الوزن بتاع الاستعداد الجيني عند المريض. كل ما كان البرزنتيشن الجيناتيك عالي كل ما كان السسبتابيليتي انه يكمل على الدواء فترات طويله اكتر. بمعنى ايه؟ ان انا المريض يجي يقول لي يا دكتور انا متضايق قوي ان انا همشي على حضرتك قلت لي همشي على الدواء فتره طويله. الفتره الطويله دي عندنا الادويه معظمها بتتاخد لمده 12 شهر يعني سنه، ده البدايه في النوبات الاولى، بعد كده ممكن تقعد سنتين وممكن تقعد 5 سنين. هيقول لك انا هقعد يا دكتور كل الفتره دي. طيب حضرتك هتقول له سؤال هتقول له اجابه بسيطه قوي، حضرتك لما بيجي لو عندك السكر بتاخد الدواء قد ايه؟ هيقول لك على طول افضل ماشي على الانسولين، الدكاتره قالوا لي لحد ما اموت افضل اخد الانسولين. طب لو حضرتك عندك هايبر تنشن هتمشي على الدواء قد ايه؟ قالوا لي فور لايف يا دكتور، طول عمري هفضل ماشي على الدواء. ولكن الامراض النفسيه في جزء منها كبير بيتم علاجه بسهوله. بعد كده اللي هنعرف الانترفيو سكيلز، بنعمل الانترفيو ازاي مع المريض، وبعدين اعرف ازاي اكون البيشنت هيستوري بنقول عليها ناريتيف او قصه قصيره من اللي سمعته من المريض، اقدر اكون بيه قصه عشان اطلع بيه بتشخيص. وبعدين نعمل اكزامينيشن للمنتال ستيت. الهيستوري اول حاجه زي ما اتفقنا، اول ما يخش المريض عليك بتستقبله طبعا المفروض تبقى بابتسامه يعني، وتقول له اتفضل حضرتك. ايدنتيفاينج داتا يعني بتتعرف على المريض. يعني ايه اتعرف على المريض؟ تتعرف على المريض يعني كانك قاعد كده في الاتوبيس اتعرفت على حد جنبك، يعني اسمك وسنك وعنوانك وحضرتك منين ومن بلد ايه ومحافظه ايه يا سلام، ولو لو انت عارف معلومات عن المحافظه بقى اللي هو فيها بقى تتكلم مع ايدنتيفاينج داتا. ده بيعمل ايس بريك او بيكسر الحاجز ما بينك وما بين المريض، فالمريض الله ما دكاتره الطب النفسي حلوين اهو، يعني الراجل لا بيتشقلب ولا ناكش شعره ولا ودانه بتدخن ولا قاعد لي بشورت مش بنطلون ولا اي حاجه، يعني الراجل عادي هو بيتكلم. ايه ده الله، ده المفروض ما اتكسفش بقى والراجل اللي اتكلم معاه عادي خالص. طيب يبقى اتعرف على ايه، اسمه وسنه وعنوانه وبيدخن ولا لا، كل الكلام ده مهم. بيدخن
ايه شباب، طيب معلش الخط اوكي معلش الخط قطع ورجعنا تاني. كنا بنكمل كلامنا، نرجع تاني نقول ان احنا كنا بنتكلم على الشيت بتاعنا. كنا بنتكلم عن الشيت بتاعنا، تعرفنا على العيان، المريض بتاعنا تعرفنا عليه، وبعد ما تعرفنا على المريض الاسم والسن والعنوان والبيانات بتاعته كاملة، بعد كده بنعرف زي ما قلنا إن هو المريض هل هو بيدخن ولا لا، زي ما قلنا ده عشان ده بنعرف منه مدخل للأدكشن. المريض ده يعني ممكن يبقى بياخد حاجة ولا لا، ازاي اسأله بقى يا دكتور من غير ما احرجه، يعني من غير ما تحرج المريض تسأله حضرتك مدخن؟ والله بدخن. طب بتشرب قد ايه؟ كام سيجارة في اليوم؟ كام علب في اليوم؟ والله بشرب يا دكتور 3 علب. طب بتاخد حاجة تانية تانية مع التدخين؟ بتاخد حاجة تانية مع السجاير أو التدخين؟ بس قهوة يعني؟ لا حضرتك، أنا والله باخد مرة كل أسبوع حشيش. طب حشيش بس؟ والله، وباخد معايا شريط ترامادول، وباخد معايا هيروين، وساعات بحضرتك إيه بضرب فودو وحاجة زي كده. طيب يبقى إحنا كده أنت لميت من المريض إن هو من قصة التدخين بس من المدخل ده عرفت هو بيشرب إيه من المكيفات والمخدرات. طيب history of the present illness بقى أول حاجة، chief complaint، بسأل المريض بتاعي حضرتك بتشتكي من إيه؟ وتكتب دكتور، الشكوى زي ما المريض قال. لا نعم هو واحد بالظبط. السلايد مش ظاهرة، أنا كنت أعملها شير. طيب كده كده ظهرت، أنا المفروض عملت شير سكرين يعني. معايا؟ طيب الهيستوري، بس انا عندي شيرد ان انا خلاص عامل شير سكرين، مش عارف. طب نراجع تاني مع بعض، بالنسبة لكم كده واضحة؟ انا مديني ان هو السكرين شير. اوكي. طيب زي ما بقول احنا دلوقتي العيان هيجي الشيف كومبلين بتاعه ايه، اللي هو حضرتك بتشتكي من ايه، ايا كان العيان بيشتكي من ايه اللي يقول لك عليه اكتبه. والله يا دكتور انا بشتكي ان انا في مخلوقات فضائية بتراقبني، اكتب زي ما قال لك بالظبط. بقالها قد ايه؟ بقالها سنتين. اكتب زي ما قال لك بالظبط، من غير ما تضحك ومن غير ما تتريق على العيان. في الاول وفي الاخر ده مريض، ما تتريقش عليه وسيبه يقول اللي هو عايزه. ممكن الكلام يبقى بالنسبه لك مش منطقي، هو بالنسبه له منطقي. عشان كده انت هتساله في حاجه اسمها الهيستوري اوف ذا بريزنت illness، هتقول له الموضوع ده بدا امتى وبدا ازاي، يحكي لي كده بالتدريج. وبعد ما الموضوع ده وكان قبلها، هل البريسيبيتيتنج فاكتورز، هل حضرتك اتعرضت لستريسور، كان في ضغوط نفسيه قبل كده،
يعني حصل لك اي حاجه قبل ما الاعراض دي تبدا؟ اه والله الاعراض دي بدات حضرتك لما لما العماره بتاعتنا وقعت وابويا مات جواها وانا شفته وهو ميت. بدا من ساعتها بعدها على طول بدات احس ان انا ايه، في اصوات بسمعها والناس بتكلمني وبشوف ناس مش موجوده. خلاص كده شكرا، ادي الانسد. ازاي الموضوع؟ طب بدا مره واحده ولا بالتدريج؟ لا يا دكتور، بدا بالتدريج كده سنه سنه، الجراديوال اونست، وبعدين بروجريسيف كورس. يعني الموضوع بدأ يزيد ولا بيقل، ولا ستيشنري كورس، ولا ريجريسيف كورس، ولا جه وراح خلاص وكده؟ لا حضرتك الموضوع بدأ يزيد، يبقى ادي الاونست، الكورس، والديوريشن. وطب ايه اللي بيزود الموضوع ده؟ يعني ازاي بيزيد؟ وات انكريز وات ديكريز؟ طيب عملت ايه بعد كده؟ هيقول لك والله لا، معظم بقى عيانين الطب النفسي يقول لك والله يا دكتور ما خليتش حد من المشايخ الا ما لفيت عليه، كلهم قالوا لي ان انا ملبوس، وما فيش الا واحد بس اللي قال لي لا يا ابني ده مش مرض نفسي، ده مش مرض روحاني، روح للدكتور الطب النفسي. فطبعا ده الوحيد اللي مش دجال اللي فيهم اللي قال له كده. الباقي طبعا كله قاعد يشتغلوا ويعمل له 15 20 جلسه، وطبعا منهم في ناس فعلا بتجيلنا من الكهرباء وناس ملسوعه. لسه كانت من 3 ايام واحده بتقول لي يا دكتور والله العظيم كانوا بيكهربوني وهم نفسهم كانوا خايفين من الكهرباء، يقول له اقفل اقفل يا ابني الكهرباء لحسن نتلسع. طب انتوا بالكهرباء واحده ازاي على الصاحي كده وانتوا عمالين خايفين من الكهرباء؟ وجاب ده كانت لفت على ناس يعني ومشايخ وكده. الكلام ده كان لسه من 3 ايام. فطبعا ومنهم بقى اللي بيتضرب بالخرطوم، ومنهم اللي بيتلسع بشمع، ومنهم اللي يعني في حاجات كتير قوي الناس بتلف جامد بصراحة على بال ما بتجيلنا. ولكن احنا عشان ده يعني، هل ده جهل مننا؟ لا، هو ده ثقافة موروثة عندنا. المجتمع الشرقي عامة عنده لما ما يعرفش حاجة يقول لك ده يعني حاجة لابساه، عفريت، جن، الكلام ده كله. بره يقول لك ايليانز او مخلوقات فضائية جت اذتني وعملت الكلام ده كله. فحسب الكالتشر او الثقافة بتختلف نوع الشكوى بتاعتك، حسب البلد اللي انت فيها بتقدر. يعني لو انت شغال في انجلترا او في امريكا ما حدش هيجي يقول لك انا حاجه ما والله معمول لي عمل، حضرتك سلفتي عامله لي عمل ورميها على عتبه الباب، ما فيش الكلام ده بره. هيقول لك يا اما مخلوقات فضائيه يا اما حاجات، حسب الكالتشر والثقافه اللي هو عايشها. احنا عشان اتعودنا لما نعرفوش نقول ان هو ده عفاريت وجن، فاحنا ده الثقافة بتاعتنا، لا هو اللي هو عيب ولا هو جهل، هي ثقافة موروثة عندنا. وبالتالي الهدف بتاعنا كأطباء، وده من الرؤية والرسالة بتاعت الكلية، ان انت تبقى شخصية فعالة وتعمل ميديكال اديوكيشن للمريض بتاعك، patient and family education. ده دورك، وخصوصا في الطب النفسي انت ما بتعاملش مريض بس، انت بتعامل المريض واهله. وبالتالي انت لازم تعمل family education. يعني ايه family education؟ احنا بيجي لنا الاب يا دكتور الجنان اللي انتوا فيه ده، حضرتك احنا مش مقتنعين بالطب النفسي ولا بالادوية ولا بالكلام ده كله. ازاي دورك بقى؟ ابسط حاجه، ما انا ممكن اقول له مش اطلع بره، ده مش كلام. انت ما عالجتش المريض وما فهمتش اهل المريض، ما عملتش family education، وما زودتش في زيادة الوعي المجتمعي بالمرض النفسي. وبالتالي في حاجة اسمها ايه؟ stigma of the mental illness، او وصمة عار الطب النفسي، ان اي حد عنده مرض نفسي بيستخبى ويتدارى ويتكسف ويبقى مش عايز يقول ان هو بيروح لطبيب نفساني. ده طبعا الكلام ده بدأ يتغير دلوقتي، وناس كتيرة بدأت تفهم ويبقى عندها وعي، واحنا جزء من إظهار هذا الوعي أو توسيع المجال بتاع شرح المرض النفسي والأدوية بتاعتنا والحاجات دي كلها. فبيجي لك الأب يتخانق معاك وإيه الكلام ده كله، لا تشرح له إن ده حضرتك مرض، والمرض اللي عند ابنك اسمه كذا ويحتاج علاج قد كذا، والعلاج ده بيقعد فترة قد كذا وبعد كده بنشيله. الكلام ده بتشرحه بشكل علمي ومنطقي بلغة يفهمها المريض. يعني جاي لك راجل غلبان على قده في التعليم، ما تقعدش بقى تقول له this is a major depressive disorder، ما تقعدش تتكلم معاه كده، لا يعني اشرح له حضرتك ده شوية زعل، نوبة اكتئابية بسيطة، هياخد دواء يتحسن. اشرح له على قد مستواه العلمي والفكري. جالك حد زميل طبيب وعايز يفهم، اتكلم بالميديكال اكسبريشنز. تمام. طيب بعد كده بنتكلم على الباست هيستوري بتاع المريض، وبعد ما خلصنا الاناليسيز اوف ذا كومبلين او حللنا الشيت بتاع العيان، المرض بدا ازاي والكلام ده كله، وايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله، وبدا قبلها ستريس ولا لا، ونبدا قبلها
نشوف المريض ده هل هو اخواته عندهم نفس المرض ولا هو بس باست هيستوري باست سايكاتريك إلنس باست ميديكال إلنس سابستنس هيستوري بياخد ادويه ولا لا، و او سابستنس يعني اللي المخدرات يعني. وبعد كده هل هو المريض ده بقى خد علاج ولا لا، اتحجز في مستشفى ولا لا، طب ايه ليه بطل العلاج؟ في ناس كتير يقول لك العلاج غالي عليا، العلاج الطبي النفسي غالي انا مش هاخده، فلازم تختار له دواء على قد سعره يعني يقدر يشتري. ده من وظيفة حضرتك مش من وظيفة المريض. طيب وبعد كده في واحد يقول لك انا بطلت الدواء عشان اعراضه الجانبية يا دكتور بينشف لي ريقي، لازم تدور له على علاج، يا اما تقول له اشرب ميه كتير يا اما تكتب له دواء ما بينشفش الريق تساعده يعني، ما تسيبش المريض كده من غير علاج. طيب بعد الخطوة اللي بعد كده بنبدأ نشوف ان المريض زي ما بقول لك بطل ليه العلاج، وتبدأ تديله حلول لان هو استمراره على العلاج عشان يقدر ان هو يبقى فيه كومبلاينس، ان المريض كومبلاينس يعني المريض يبقى مطيع للطبيب وياخد الدواء فور بيتر بروجنوسيس. طبعا بتسأل بقى، طبعا زي ما قلنا خلصت سألت المريض عملت عمليات قبل كده، بتاخد مخدرات قبل كده، جالك مرض نفسي قبل كده، دي أول نوبة ولا جالك قبل كده نوبات أخرى، والفاميلي هيستوري زي ما قلنا بتشيك على إخواته وباباه ومامته هل عندهم مرض ولا، لأن الأب لو عنده وسواس الأم نفس الكلام، هيبقى الأب والأم عندهم وسواس وبالتالي ممكن ولادهم يكونوا سسبتبل للأمراض الوسواس القهري، أو لو الأب عنده ديبريشن ممكن بنته يجي لها ديبريشن، الحاجات اللي زي كده. طيب في بداية الانترفيو أنا عايز أجمع معلومات، يبقى أنت زي المخبر بالظبط كولكتنج كلينيكال داتا. أول حاجة بتعمل إيه؟ زي ما قلنا أنت بتعرف نفسك، برضو دي أول خطوة بقى يعني، صباح الخير ازاي حضرتك، مع حضرتك الدكتور فلان الفلاني استشاري الطب النفسي، وتسمح لي أخد من وقتك دقيقتين نتكلم نشوف الأخبار إيه. طيب تبدأ أنت تقلل التوتر بتاع العيان، بتعرفه بنفسك، بعدين تتعرف عليه بالطريقة اللي قلنا عليها، وبعدين تبدأ بقى أنت تشجع العيان بأوبن اندد كويستشنز. يعني إيه أوبن اندد كويستشنز؟ يعني إيه رأي حضرتك في الجو النهاردة؟ شفت الحر عامل إزاي؟ شفت الزحمة عاملة إيه؟ سؤال مفتوح للإجابة عشان تسيب المريض يتكلم. هم ساعات بقى يعني بره يسميه الكلاينت مش المريض، يعني مش البيشنت، يعني يقول لك ده كلاينت ده زبون زبونك يعني. تبدأ طبعا تتعرف عليه وبتبدأ تعرفه بنفسك وتريحه وتقول له سؤال مفتوح كده open ended questions، يعني open ended يعني مش سؤال إجابته yes or no، حضرتك كويس؟ لا، ده closed ended questions. open ended question رأي حضرتك ايه النهارده في الطريق عامل ايه، وانت جاي لقيت الطريق عامل ازاي بس، خلاص هتلاقي المريض بدأ بقى انت عارف ايه يبدأ خصوصا في المجتمع الشرقي يبدأ يتكلم ويحكي ويتعرف عليك بمنتهى السهولة يعني. اول حاجة بعد كده في الانترفيو ازاي اعرف اجيب معلومات من المريض وازاي ادير الحوار مع المريض، اول حاجه زي ما قلنا وانت ماشي خلال الانترفيو بروبر بتاعك يعني خلال الفحص بتاعك تبقى متعاطف مع المريض، زي ما قلت لك ما يبقاش المريض في وادي وحضرتك في وادي، ما يبقاش المريض بيحكي لك ان هو بيتهم اتحرق زي ما بقول لك وانت قاعد بترد على التليفون او بتفتح فاتح صفحه الفيسبوك وهو ايه ضارب عينه معاك كده وشايفك انك فاتح الفيسبوك، يعني منتهى ايه يعني التجاهل للمريض والمشاعر المريض، دي اهم حاجه. المريض انت ممكن تكون اعظم دكتور في الدنيا ما يجيلكش تاني عشان انت مش حاسس بيه، وممكن يروح لدكتور مستواه العلمي متوسط لكن اهتمامه بالمريض عالي، وده اللي بيزود الرابور ما بينه او العلاقه ما بينه وما بين العيان بتاعه. كلاريفيكيشن يعني ايه؟ وانا بتكلم مع المريض حضرتك في نزر عالي كاميرات في البيت عشان يراقبوني، كلاريفيكيشن يعني استوضح منه يعني قصد يعني ايه كاميرات حضرتك، قصدك ايه يعني، قصدك ايه زرعين لك كاميرات يعني عملوا ايه، ده اسمه استيضاح، بستفسر من المريض اكتر يعني، ما تاخدش الكلمه وتسكت، استوضح اكتر.
في حاجة تانية اسمها reflection and summation. العيان قال لك كلام معين، قاعد يرص لك كده بقاله 10 دقايق بيتكلم، تقول له طيب لحظة واحدة حضرتك، يعني دلوقتي أنا فهمت من كلامك 1 2 3 4 5 صح كده حضرتك، ولا اللي أنا فهمته ده غلط؟ هيقول لك صح يا دكتور، الله ينور عليك، فهمتني صح. وبعد كده وانت بتتكلم لقيت المريض عمال ماسك موضوع معين يزن فيه يزن فيه، وانت عايز تفهم بعد كده دماغه وتسأل على حاجات تانية، فتعمل ترانزيشن، تنقل من موضوع لموضوع بالراحة كده، يعني تاخد الكلام سنة سنة بالراحة عشان تنقل من موضوع لآخر. في حاجة تانية اسمها confrontation أو مواجهة المريض، بس بأدب واحترام. مش هقول له انت شتمت أبوك واديته ضربته والكلام ده كله واديته على وشه، يعني مواجهة، بس مواجهة تبقى بأدب، انت عيل عاق انت مش عارف ايه، لا مواجهة بأدب. حضرتك الوالد قال لي ان حضرتك حصل مشادة كلامية ما بينكم وما بين بعض، وقال لي كده ان حضرتك اتعصبت عليه شوية. شوف الطريقة ازاي، في فرق بين ان تقول حضرتك عيل عاق ومديت ايدك على ابوك وضربته وطردته، ما يعني كده هيقوم المريض يمد ايده عليك انت شخصيا يعني، ويسيب لك العيادة ويسيب الطب النفسي، مش بعيد يطلع يرمي نفسه من على كوبري قصر النيل. طيب بعد كده interpretation، يعني انت وانت قاعد بتفهم او يعني بتعمل زي استيضاح بطريقة انك تفهم ما وراء الكلام. العيان يقول لك فاهم يا دكتور، يعني واخد بالك انت ازاي من المضمون يا دكتور، انا قلت لك الكلام بقى بس مش هقدر اوضح اكتر من كده يا دكتور، فهمني خلاص انت الكلام اللي هو اللي من تحت لتحت تفهم معناه. تبدأ بعد كده انت تشرح للمريض بقى، خصوصا اول حاجة تشرحها للمريض انك يعني تشوف تشرح له المرض بتاعه. حضرتك عندك مرض، المرض الاكتئاب ده بيعمل 1 2 3، بيحتاج علاج 1 2 3، وهنختار مع بعض العلاج الفلاني. وبعد ما تشرح كل ده تقول له حضرتك عندك اسئلة عايز تسأل عليها، تستفسر عن حاجة. وبعدين لقيت المريض بيعيط يعني تعمل له ريأشورنس كده، تديله ثقة يعني حضرتك اهدى والأمور بسيطة وربنا يعني ما بيسيبش حد والدنيا هتمشي كويس. بعد كده بتنهي الحوار مع المريض، تخليه يسأل الأسئلة اللي هو عايزها، وتفهمه البلان بتاعه، هتمشي على الدواء لمدة قد كذا، 3 مرات في اليوم لمدة سنة، هتاخده بعد الأكل 3 مرات، يعني تشرح للمريض هيعمل إيه. وبعدين بتشكره، معلش أنا تعبت حضرتك وشكرا لوقتك، وتبدأ تحدد ميعاد جديد. ده بالشكل ده عملت نهاية للانترفيو. طب أنا عايز أختبر قوة العقلية، أعمل إيه؟ يعني أعمل إيه بقى؟ يعني أعمل إيه؟ أول حاجة بشوف النقط معينة بدور عليها. أول حاجة بشوف شكل العيان. المريض هفكرك بمنظر كده، افتكره معايا، مش ساعات كده وانت ماشي على كوبري 6 اكتوبر او وانت ماشي على الدائري تلاقي راجل لابس جلابيه مقطعه ومش نظيفه ودقنه طويله وشعره طويل مش متسرح وماشي ماسك كيس زباله عمال يلم الزباله، ده الابيرنس بتاعه عامل ازاي؟ الابيرنس بتاعه شكله رث المنظر او شكله مش مهندم، مفيش جرومينج، مفيش تناسق او مفيش هندام. خلاص ده الجنرال ابيرنس بتاع العيان. الكوبريشن بتاع العيان، العيان متعاون ولا مش متعاون وانت وهو قاعد قدامك، لابس كويس ولا مش لابس كويس، متسرح ولا مش متسرح، شكله نظيف واخد بيرسونال كير ولا لا. ما هو العيان بتاع الدبريشن ممكن يقعد 2 3 شهور ما يستحماش، يعني انت هتبقى قاعد معاه باين ان هو مش مستحمي، ممكن يبقى فيه ريحة بسيطة. طبعا انت ما بتعلقش او ما بتأذيش مشاعر المريض لان ده غصب عنه، ده مرض وبيأثر على الفوليشن زي ما قلنا الإرادة، والبيرسونال كير بتاعه ما بياخدش باله منه، خلاص بيبقى العيان اصلا عايز يموت اصلا، فهيستحمى يعني؟ لا. فبيبقى لازم تبقى فاهم ده. فالجنرال ابيرنس بشوف شكله وهندامه ونظافته عباره عن ايه، التعاون بتاعه العيان كوبريتيف معايا ولا لا، بيتكلم وياخد ويدي ولا بساله السؤال ما بيردش او بيبص في حته تانية. بشوف المشيه بتاعته، الجيت والبوستشر بتاعه، العيان مشيته كويسه ولا لا، الوقفه بتاعته كويسه ولا في بيزك على رجل، في عنده ضعف في الناحيه الشمال ايده ورجله، عنده شلل، عنده ضعف، عنده مشكلة معينة في المشية بتاعته، عنده حركة لا إرادية بيعملها عمال يحرك إيده ورجله كده لا إراديا، عنده رعشة. ده كل الكلام ده ملاحظات من عين سيادتك. بعد كده الأي تو أي كونتاكت، العيان بيبص لك في عينك ولا، طبعا عيان الدبريشن هتلاقيه باصص في الأرض مش عايز يبص، مش قادر يبص لك أصلا، ف
فالاي تو اي كونتاكت مهم قوي. بعد كده بشوف الفيشل اكسبريشن، وشه بيضحك بيهزر بيرياكت معايا يعني، ولا وشه من ساعه ما دخل زي ما روح يعني، رميت في النص كده كلمه كوميديه، ضحك العيان ولا وشه قافل خالص. تمام، ده الفيشل اكسبريشن بتاعه. الليفل اوف اكتيفيتي، العيان قاعد بيتحرك معاك ونشيط، ولا العيان قاعد كده مرمي زي ما بنقول سوري في الكلمه، متلقح على الكرسي كده ما بيتحركش ما بيعملش اي حاجه ومش قادر يعمل اي حاجه. وبعدين بتشوف اي سبيشال ماركس، العيان بتبص على ايديه، مقطع ايديه بموس بسكينه، حاول ينتحر، بتبص على رقبته، حاول يشنق نفسه يعني بعين سريعه كده يعني من غير ما تجرح المريض يعني. تمام، بعد كده بنشوف السبيتش بتاع المريض، السبيتش بتاع المريض طريقة الكلام بتاعته، هل هو السبيتش بتاعه سبونتينيوس يعني قاعد راح محكي معاك، ولا in response to cues لما انت تسأله اخبار حضرتك ايه كويس يعني بناء على سؤال، مش الحمد لله انا كويس اصل انا جيت وكان الطريق وكنت عند عمتي، الكلام زي الحوارات بتاعتنا بتاعت المجتمع الشرقي يعني. طيب الكلام ده مفهوم كلير اولا يعني، واضح الكلام، واضح بيقول كلام مفهوم ولا بيخضرف زي ما بنقول، بيقول جايب كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، الكلام كوهيرنت اللي هو يعني مترابط ولا لا، ولا كل كلمه في حته. طيب السبيتش ده الريت بتاعه طالع سريع بيتكلم بسرعه، ورا رحت عملت، ولا بيتكلم عيان الدبريشن مثلا بيتكلم ازاي، والله يا دكتور انا عديت على جاري واتنهد كده وكنت حزين ومتضايق ومش قادر اساسا اقوم من النوم، شوف الريت بتاعه، شوف السبيتش سلو ريت، سلو ريت تمام، الريت بتاعه بطيء قوي تمام، والفوليوم بتاعه صوته عالي ولا صوته واطي. تمام، ده مهم قوي، الفوليوم، العيان بيتكلم بصوت عالي وواضح، ولا عيان الدبريشن صوته واطي بطيء وبنقول عليه مونوتونس يعني صوت رتم واحد ما بيعليش التون بتاعه ولا يوطيه، مونوتونس يعني مونوتون يعني تون واحد ما بيعليش كده ويوطي ويتفاعل مع الناس، قلت له حاجه حلوه يضحك وصوته عالي وبتاع، حاجه تضايقه صوته يوطى، لا عيان رتيب زي ما انا اتكلمت كده من شويه. بعد كده بشوف الثينكينج، او طبعا طريقه التفكير، خلي بالك من النقطه دي بتظهر في كلامي، لو انا تفكيري منظم كلامي هيبقى مرتب صح ولا لا، لو تفكيري ملخبط كلامي هيبقى ملخبط صح. تمام، طيب الثينكينج انا بدور على ايه، الفورم اوف ثينكينج يعني ايه الفورم اوف ثينكينج، الكلام بتاعي محتوائي الفورم بتاعه عباره عن ايه، بمعنى انا بتكلم بجاوب على طول ولا بلف وادور، سيركمستانشال، سيركمستانشال يعني بيلف ويدور، جايه من السيركل بيلف ويدور ما بيتكلمش دايركت. الفورم اوف ثينكينج عباره عن كلام يعني واضح وصريح ولا بلف ودور في الكلام، ولا لما انا اسال المريض على سؤال يا دوب يعني يلمس الكلام كده، يلمس الموضوع اللي انا قلته ويكمل في الموضوع تاني يعني، في عيان تساله على حاجه يتكلم يرد في حاجه تانيه، ده اسمه دي ريلمنت، طلع بره سياق الحديث. ريلمنت اللي هو الريل اللي هو المجرى بتاع القطر، الريل الريلز، الدي ريلمنت يطلع بره الطريق، تساله على حاجه يجاوب في حاجه تانيه. سيركمستانشال يعني يلف ويدور، الفورم بتاع الثينكينج بتاعه بيلف ويدور ويدور. بعد كده الستريم اوف ثينكينج، الستريم بتاعه نورمال ستريم ماشي عادي يعني، الستريم بتاعه يعني طريقه التفكير نفسه ماشيه طبيعيه، ولا الطريقه دي بتقطع، التفكير ده بيقطع مش ماشي عدل، الستريم بتاعه يعني طريقه انتظام الفكره متكامله وماشيه ورا بعضها ولا بيقطع في النص. طيب بعد كده الكنترول اوف ثينكينج، انت بتقول له في حد يقدر يتحكم في افكارك، انت يزرع لك افكار في دماغك او يشيل افكار من دماغك، بس في ناس يقول لك اه في سي اي اي بيزرع لي افكار في دماغي، الافكار دي معادية لكذا وبعمل بيزرعوا لي افكار يا بيه. طيب الكونتنت اوف ثينكينج بقى، الكونتنت او محتوى التفكير هو عبارة عن ايه، في محتوى تفكير اوبسيشنز وساوس، كل دماغه مليانة وساوس، عبارة عن ايه، وسواس نظافة، وسواس يشيك على البيبان، وسواس يشيك على الأنابيب، وسواس يشيك على جسمه وعلى شكله،
وعلى تسريحته وعلى مناخيره، يقول لك انا مناخيري كبيره، يقف يبص كده في المرايه، هناخدها في امراضي قدام شويه. الكونتنت المحتوى ده، ولا المحتوى ده اهم حاجه فيه ديلوجنز؟ يعني ايه ديلوجنز؟ يعني ضلالات. ضلالات يعني ايه؟ يعني انا عندي افكار فولز فيكسد بليفز، افكار خاطئه ثابته غير قابله للتعديل، افكار ثابته خاطئه غير قابله للتعديل. يعني انا عندي ضلالات ان جاري بيعمل لي عمل وبيأذيني، ده اسمها ضلالات. تيجي تسأل جاره، ابدا والله يا بيه انا ما. وفعلا ده وبشهود وبشهادة شهود، محدش يعني بيقول لك عنده ضلالات فكرية كده في دماغه، يعني هو بيفكر بشكل وبناء على الافكار الغريبة اللي عنده بياخد قرارات. انا حاسس ان جاري بيعمل لي عمل، وبالتالي انا هرياكت للديلوجنز دي، هروح اكسر الباب بتاع بيته واكسر له عربيته وانيم له الاربع عجلات، ولو شفته امسك في خناقه. تمام، يبقى ده ديلوجنز، ده محتوى الفكر، الكونتنت بتاعه، الكونتنت بتاعه ضلالات فكرية. تمام، طيب بعد كده بشوف حاجة اسمها الانسايت والجادجمنت. انا بشوف العيان ده يعني ايه انسايت، عنده استبصار بالمرض ولا لا، انت عارف ان ده مرض نفسي ولا؟ يقول لك لا ده مش مرض نفسي، ده صداع يا دكتور وعالجه لي، انا مش مريض نفسي. خلاص، يبقى هو كده ما عندوش استبصار بالمرض، ده طبعا بياخد وقت طويل في العلاج. طيب اللي بعد كده بتشوف الجادجمنت بتاعته، طريقة الحكمة بتاعته في الأمور. يعني مثلا تقول له لو لقيت جواب مكتوب عليه عنوان ومرمي في الأرض هتعمل فيه إيه؟ يقول لك آه أنا بقى هاخد الجواب لحسن يكون معمول لي جواه العمل وأشيله وأخده أحرقه. ده طبعا مفيش أي جادجمنت ولا حكمة في التفكير. الإجابة الصحيحة لو لقيت عليه عنوان ومرمي على الأرض يا إما هتروح تسلمه في البوليس يا هترميه في البوسطة، ده الكلام الصحيح. لكن يقول لك آه لأ، مثلا تقول له لو الجيران عندهم حريقة في البيت هتعمل إيه؟ الطبيعي يقول لك هروح أطفي. لأ، ده يقول لك المريض ده يقول لك أحسن سيبهم يتحرقوا هم بالعمل اللي عاملينه ويتحرقوا عشان يتطهروا من الشيطان. إيه ده، فين الحكمة يا عم في التفكير؟ مفيش خالص. في حاجة بعد كده اسمها المود والأفكت. المود يعني الحالة المزاجية بتاعتك خلال الأسبوعين اللي فاتوا. مش أنت ساعات تقول أنا مودي وحش؟ المود ده بيتكلم عن أسبوعين فاتوا. الأفكت بيتكلم على مزاجك دلوقتي في اللحظة دي وأنت قاعد قدامي، وشك بيضحك ولا حزين؟ الأفكت بتاعك ساد أفكت ولا هابي أفكت؟ هو ده. تمام؟ طيب بعد كده بتكلم على البرسبشن، يعني استيعابي للامور. في مريض يقول لك ايه انا بسمع اصوات حضرتك، احنا البرسبشن عندنا مناطق الاستقبال ايه؟ الحاجات الحواس بتاعتنا العاديه، السمع والبصر والشم والاستطعام واللمس، دي الحاجات. وبالتالي لما يحصل ضلالات، يحصل ضلالات في الحاجات دي يا جماعه، يعني انا ممكن اشوف حاجات ما حدش يشوفها، دي اسمه ايه؟ ده ضلالات، او سوري هلاوس بصريه بنقول عليها هالوسينيشنز. العيان بيهلوس هالوسينيشن، في فيجوال هالوسينيشن، انا شايف حاجات ما حدش شايفها غيري. اوديتوري هالوسينيشن يعني انا سامع اصوات ما حدش سامعها غيري، متكرره بقى في ودني. تاكتايل هالوسينيشن، حاسس ان حاجه لمساني. في ناس تيجي من المرض النفسي عندهم هلاوس حسيه، يقول لك انا في جنيه بتبقى معايا في البيت وبتلمسني، وفي واحده ست تقول لك انا في جني متجوزني. الكلام ده بنسمعه يا جماعه بالنص، وممكن انتوا تكون حد منكم ليه خبرات وسمع هذا الكلام قبل كده. واحده تقول لك انا ليه في جني يا دكتور بيبقى لامسني وبيعاشرني حضرتك معاشره الازواج. في الكلام ده بنسمعه بالظبط، وهتلاقوه حتى في بعض البرامج ساعات يقولوا كلام زي كده، يعني اللي هو برامج التخاريف اللي بيجيبوها ساعات بتبقى بتتكلم عن هذا الكلام. طيب في اولفاكتوري هالوسينيشن، يقول لك اه جاري، شوف جاري ده، يا ده ربنا مش ده ربنا هيحرق، انا شامم، شوف ريحه السم، سوري شامم ريحه الغاز اللي رشهولي عشان اموت بالغاز. او يقول لك اه انا مراتي بتسمني، انا ضايق طعم السم في الاكل. هو طبعا ما فيش لا سم ولا حاجه، هو بيهلوس هلاوس هالوسينيشن اللي هي الجاستاتوري هالوسينيشن، طعم الحاجه، والفاكتوري شامم الحاجه. تمام، يبقى دي كل دي هلاوس في ايه، الحواس بتاعتنا الحسيه بتاعتنا. طيب فلازم طبعا اعرف الهلاوس دي مستمره صح ايه اولا، خلاص عرفنا لمس ولا شم ولا الكلام ده كله.
نوع التايم بتاعها، بتيجي الصبح ولا بالليل ولا ولا قد ايه، الفريكوانسي هي بتيجي على طول ولا لا، مستمرة معايا ولا لا، والمحتوى والدكتور عامل ميوت. معلش اتأخرت عليكم يا شباب. طيب نكمل الجزئية الأخيرة بتاعتنا. كنا بنتكلم على الهلوسينيشن، كل الرياكشن بتاع البيشنت الهلوسينيشن زي ما قلنا، هو مقتنع ان جاره او بيسمع جاره بيشتمه، دي هلاوس سمعية، وبالتالي رايح واخد المسدس بتاعه عايز يقتل جاره، ده الرياكشن to the hallucinations. ونفس الكلام بالنسبة للديلوجنز، لو هو مقتنع ان جاره بيعمل له عمل، ده رياكشن تو ديلوجنز، هياخد برضو العصاية ويروح يضرب جاره ويتخانق معاه ويعمل معاه مشكلة. اخر حاجة في المنتال ستيت اكزامينيشن، القصة بتاعت هعمل شير سكرين. حاضر حاضر حالا حالا، اهو ظهرت معاكم. تمام.
البرسبشن خلاص قلنا اللي هو الاستقبال بتاعنا اللي هي الديلوجنز الهلوسينيشنز. بعد كده بشوف العيان الكوجنيتيف فانكشنز بتاعت العيان او السنسوريوم، العيان اليرت ولا لا، متيقظ معايا ولا لا، اورينتد ولا لا. اورينتد يعني ايه؟ عارف هو فين، اورينتد تو ذا تايم عارف الوقت، تايم بليس عارف هو فين، والبيرسونز مين الاشخاص اللي حواليه. وبعدين بشوف بعد كده ايه الاتنشن والكونسنتريشن بتاعه، بشوف العيان ده مركز ولا لا. بقول له مثلا لو معاك 100 جنيه وخدت منهم 7 جنيه بقى معاك كام؟ هيقول لي مثلا 93. هتفضل تقول له اسحب 7 من الناتج عشان تشوف العيان مركز ولا لا. او تقول له قول لي ايام الاسبوع بالعكس، جمعة خميس 4 3 2 1، عشان تشوفه برضو مركز ولا لا. يبقى ده الاتنشن بتاعي والكونسنتريشن. بشوف بعد كده الميموري، الميموري او الذاكره، 3 حاجات. ريسنت ميموري اللي هو تقول الحاجه ويقولها وراك، قول له مثلا قول القلم ساعه كوبايه يقولها وراك، ده immediate ميموري. وبعدين او تساله على الريسنت ميموري تقول له فطرت ايه الصبح، او دي الذاكره القريبه، او تقول له الذاكرة البعيدة مثلا تقول له تاريخ ميلادك ايه، دي الذاكرة البعيدة بتاعت المريض، تشوفه هو لو متذكر ولا لا. بعد كده بتعمل له فيزيكال ونيورولوجيكال اكزامينيشن، بتجيب العيان من راسه ورجليه تشوف الشيست والهارت والابدومن، وتشوف النيورولوجيكال اكزامينيشن بتشوف ايديه ورجليه. وقبل ما تحط ايدك على العيان استأذنه، قول له لو سمحت انا هفحص حضرتك، لو سمحت انا هفحص حضرتك، هحط ايدي على راسك، هحط ايدي على بطن حضرتك، عشان العيان ما يتفاجئش كده مره واحده تروح هبده على السرير ومعلري بطنه وحداب بايدك في بطنه. لا، العيان كده بيتاذي يعني، وانت بتاذيه نفسيا قبل ما بتاذيه بالبين يعني. بعد كده لو احتجت فحوصات العيان، حسيت انه عنده مشاكل عضويه، بتعمل له اشعه مقطعيه على المخ، بتعمل له تحاليل، بتعمل له رنين على المخ، وفي حاجه اسمها سايكولوجيكال تيستس او الاختبارات النفسيه. الاختبارات النفسيه اللي هي ايه؟ اللي هي بشوف كل مرض عندنا ليه اختبارات، الدبريشن ليه اختبارات، الانكزايتي ليه اختبارات، البانيك اختبارات، الفوبيا اختبارات، امراض الاطفال زي فرط الحركه وقله التركيز اختبارات، الذكاء الاي كيو، دي كل دي اسمها سايكولوجيكال تيست. بعد ما اجمع الحاجات دي كلها عايز اوصل لتشخيص، يبقى اجمع اطلع كل البوزيتيف من الحاجات دي كلها. البوزيتيف من الحاجات دي كلها بشوف العيان والله قال لي انه مدخن، بيشرب حشيش 3 سجاير في اليوم، مقدار قد كذا، بقاله 10 سنين، بيعمل كذا، بيحس باكتئاب، مزاجه مش حلو، متضايق، الفاميلي داينامكس بتاعته ان هو عايش لوحده، حاول ينتحر ولا لا. بشوف اهم حاجه، حاجه اسمها الريسك اسسمنت. ريسك اسسمنت يعني اشوف العيان ده في خطر على نفسه او الاخرين، سيلف هارم او ان هو هيأذي الاخرين. السيلف هارم ان العيان يأذي نفسه، يقول لك انا بفكر عندي افكار والله ان انا ممكن مش حابب الحياه قوي، يا ريت اموت، ده اسمه ديث ويشز، يتمنى الموت. في حاجه اسمها سوسايدال ثوتس، العيان بيفكر في افكار انتحاريه، يجيله فكره انه يرمي نفسه من بلكونه. انا في عيانين كانوا بيجوا لنا الجامعه يقول لي انا دكتور انا بيجيني افكار وانا خارج من باب الجامعه ارمي نفسي قدام العربيات اللي معديه، ده اسمه suicidal thoughts او suicidal trials، عمل محاولات، قطعت الريست بتاعها، ده بنشوفه في البنات كتير. الولاد عادة بتشنق نفسها، الرجالة بتضرب نفسها بالنار، ده لما يحب ينتحر بجد يعني. دي الافكار، البنات يا اما بتقطع بتعمل ريست سلاش تقطع ايدها، او ان هي بتضرب حبوب بيلز، بتاخد تضرب شريط منوم ولا شريط بنادول ولا حاجه، وعاده ما بيحصلش حاجه، ودي حاجه كويسه. بعد كده بنشوف في تقسيمه للامراض عندنا، كلاسيفيكيشن، في تقسيمه امريكاني وتقسيمه عالميه تانية. التقسيمه الامريكاني اسمها دي اس ام 5 Diagnostic Statistical Manual، ده بتاعت امريكا، وفي كلاسيفيكيشن تانية بتاعت الدبليو اتش او، العالم كله اتفق عليها، الانترناشونال كلاسيفيكيشن اوف ديزيزز. دي تقسيمه الامراض. يعني ايه تقسيمه الامراض؟ يعني بقول العرض 1 2 3 4 دول يشخصوا فوبيا، العرض ده وده 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 لما يتجمعوا مع بعض يشخص ديبرشن، العرض ده وده وده لما يتجمعوا مع بعض يشخصوا سكيزوفرينيا. تمام. بعد كده
psychiatric rating scales ده انا بعمل الاختبارات بقى دي ليه؟ عشان اشوف التشخيص او اشوف السيفيريتي بتاع المرض. يعني الدبريشن عيان اديته اختبار اول يوم جالي في الدبريشن، خد مثلا نمره معينه، طب انا اديته علاج لمده 3 شهور، عايز اشوف بقى الدبريشن ده اتحسن ولا لا، اديله الاختبار تاني اشوفه اتحسن فيه ولا لا، ده اسمه psychiatric rating scales. بعد كده بحط جنرال بلان جايد لاينز. احنا عندنا امريكا برضو عامله امريكان سايكايتريك اسوشيشن براكتس جايد لاينز. يعني ايه جايد لاينز؟ ده الميزان اللي بنشتغل بيه. بحط الجايد لاينز دي عشان اعرف اشتغل بشكل علمي ومنطقي بناء على التجارب والابحاث والعلوم. بنتجمع كلنا ونتفق ان احنا لما عيان يجي لنا عنده ديبريشن كلنا هنبدا بالدواء بالادويه الفلانيه، وبعدين ما جابتش نتيجه لمده اسبوعين هنحط الادويه العلانيه، او ان احنا هنديله جلسات تنظيم ايقاع مخ بالكهرباء، او هنعمل كذا او هنعمل كذا. ده امريكا اتفقت، عملت الامريكان سايكايتريك اسوشيشن او الاي بي اي. في بقى النايس جايد لاينز بتاعت انجلترا، ده برضو الناشونال انستيتيوت اوف كلينيكال اكسلنس جايد لاينز، دي اللي هي البريتش، او طريقه ان انا بحط خطه عامه للمريض عن طريق ان انا بعالجه بشكل علمي ومنطقي، مش بس مجرد ان انا بقول له اقعد في الشمس كده واشرب حاجه كده حلوه كده، اشرب ليمون هتحسن، ما الدبريشن هيروح. يعني لا، في جايد لاينز للكلام ده، مش مجرد. طبعا الحاجات دي مفيده، انك تقعد في الشمس وتلعب كوره وتتبسط وتشرب عصير وكل حاجه يعني، وايس كريم بينفع برضه، فالحاجات دي بتبقى لطيفه قوي. احنا النهارده خلصنا محاضرتنا، عايز اعمل لكم بريفنج سريع في دقيقه واحده. احنا عرفنا في الاول الفرق بين السايكولوجي والسايكايتري، اتكلمنا بعد كده يعني ايه سايكايتري، الحاجات اللي بتأثر على البرسبشن والايموشن والبيهيفير والكلام ده كله. بعد كده اتكلمنا على تاريخ المرض النفسي وقد ايه ان هو بادئ من الفراعنه والمستشفيات الاولانيه عملت ازاي. بعد كده بدأنا نتكلم على العيان بتاعنا، اخد منه معلومات ازاي، اتعرفت على العيان، قعدته عملت معاه رابور ودكتور بيشنت ريليشن شيب طيبه عشان يبقى المريض عنده كومبلاينس او بيهتم بالدواء بتاعه عشان البروجنوز بتاعه يبقى كويس. بعد كده خدت الشكوى بتاعت العيان، بعد كده حللت الشكوى بتاعت العيان، بدأت امتى وازاي، وبيشرب سجاير ولا لا، وبيشرب مخدرات ولا لا، وايه المخدرات اللي بيشربها والكلام ده كله، عملت له اناليسيس. بعد كده عملت فاميلي هيستوري، عرفت المريض ده من عنده تاريخ مرضي ولا لا، اهله عندهم مرض اكتئاب ولا لا، عشان المرض بتاعنا ليه استعداد جيني. جمعت المعلومات دي كلها، عرفت بعد كده المريض اعمل له مينتال ستيت اكزامينيشن، بشوف افكاره ازاي، في ضلالات في افكاره، في هلاوس ولا لا، العيان ده طريقه تفكيره عامل ازاي، الابيرنس بتاعه عامل ازاي، المود بتاعه عامل ازاي، الانسايت بتاعه عامل ازاي، كل الحاجات دي جمعتها. الكوجنيتيف فانكشنز بتاعته اورينتد للتايم والبليس والبيرسونز والميموري، عملت الاكزامينيشن كلها، عملت في الاخر حاجه اسمها فورميوليشن، يعني جمعت البوزيتيف داتا في كل حاجه. العيان ميل بيشنت 35 years old، بسموكر، بيشرب حشيش، بيشتكي من ان هو عنده ساد مود وعنده بوست فاميلي هيستوري، والعيان ده لما بيسمع اصوات ولا لا، كل ده اسمه الفورميوليشن. وعملت له بعد كده فيزيكال ونيورولوجيكال اكزامينيشن وسايكولوجيكال تيست، طلبت بعد كده انفستيجيشن يا اما لابوراتوري يا اما راديولوجيكال يا اما سايكولوجيكال. وبعد كده بدات احط البلان اوف مانجمنت حسب الجايد لاينز بتاعتي، وبدات بعد كده اعمل فولو اب للعيان ويجيني في ريجولار فيزيتس عشان اعمل اشوف الحاله بتتحسن ولا بتتطور ولا لا، وبناء على هذا التطور بغير خطه العلاج بتاعي. وبعمل منساش فاميلي اديوكيشن، بعلم البيشنت اديوكيشن وفاميلي اديوكيشن، بعلم المريض المرض بتاعه وبعلم اهله المرض بتاعه والعلاج بتاعه. بالتالي نبقى احنا خلصنا. بشكركم شكرا جزيلا على حضوركم وكتر خيركم، ان انتوا طبعا بذلتوا هذا المجهود، ان انتوا صحيتوا بدري في رمضان وجيتوا حضرتوا اول محاضرة. بشكركم، واتمنى تكون المحاضرة تكون كانت بالنسبة لكم مفيدة. ان شاء الله هنلتقي قريب باذن الله، هنتفق مع الدكتورة أمنية اذا كانت هي باذن الله هتقابلكم الاسبوع القادم. سعيد اني شفتكم، انا حبيت افتح الكاميرا في الاخر عشان نبقى عارفين بعض كده، يبقى في رابور ما بيننا وما بين بعض. طبعا يعني الحضور ان شاء الله يبقى افضل في المرات القادمه، خصوصا ان انتوا عددكم 400 ودي عدد كبير قوي، وان شاء الله
أراكم على خير بإذن الله. حد عنده أي سؤال أو استفسار؟ ما أنا اتكلمت في الأول عن الكتب، هتستلموها عادي خالص، كتابين، كتاب للسايكايتري نفسه وكتاب الكيسز بتاعنا. حد عايز يقول حاجة؟ بشكركم شكرا جزيلا يا جماعة، ورمضان كريم، وإن شاء الله يبقى سعيد عليكم، ما تنسوش الإجراءات الاحترازية بإذن الله. سلام ميرسي يا عليكم. دكتور قوي. العفو، نورتوني. نعم تفضلي. عيني، حاضر، اعمل لكم ابلود، واتمنى ان برضو الاوديو يتسمع، لان في حاجات برضو مش مكتوبة، يعني الحاجات عشان، وده اهمية حضور المحاضرة، ان في بعض الحاجات خصوصا في المحاضرات الاولانية اللي بيبقى فيها بقى شرح المعاني والكلام ده، بيبقى افضل ان احنا نسمعها برضو مع الباوربوينت باذن الله. شكرا جزيلا، نراكم على خير، مع السلامة. مع السلامة. شكرا لحضرتك. العب العب. شكرا لحضرتك.